حنا تنشوفوا الناس من انفان تيجيو تيساندونا كجمعيات ديال المجتمع المدني ديال سي عمر والاخوان ديال الجمعيه ديال السوق، هما هنا تيتواجدوا ممثلين ديال الغرف المهنيه وديال التجار. السوق قرعه لما تيخفى على الجميع اللي تيعرف واحد 2500 محل، وهذا الجزء تصاب بهذا الحريق وهذه الوضعيه الاقتصاديه المزريه ديال الكوفيد اللي حدود الساعه، الناس ما عندها لا تامين لا والو، والناس ضرات. وحنا تناشدوا الجهات المسؤوله لا من بزنس المدينه لا من المقاطعه ديال الفيدا لا من الجهات الدار البيضاء الكبرى باش يكون شي تعويض لهاد الناس، راه ما عندهمش باش غادي يبنيوا هاد الناس المحلات ديالهم. تقريبا الخسائر المدنيه ما كاينش تقدير دابا والليل هذا ما يمكنش تقدروا شحال، ولكن الناس راه تصابوا، راه موالين القريعه حنا بحكم التجربه ديال القريعه الانسان اللي تيتزاد عليه الشراء تيجيبوا سلعه تيحطوا. الاسباب لا جلت غير مجهوله. تقريبا ما يكذب عليك حتى شي واحد، كانوا الحراس اللي عندهم هذه المعطيات. حنا تفاجئنا بالتليفونات جاو جينا تنعينوا، وحنا هذا المنبر هذا تنشكروا السلطات المحليه على راس عامل ديال المنطقه والعوان ديال السلطه والقوه المساعده ورجال المطاف اللي كان في واحد الظرف وجيز، ولكن المشكل الاساسي في هذا الشيء هو الناس راه ما عندهاش باش غادي تبني وما عندهاش، تنطلبوا شي مساعده تكون عاجله كما جرات به الحاجه. الحمد لله لطف الله ما كاين لا وفيات ما كاين لا اصابات بشريه ولادي، ولكن الناس خصها اعانه من الجهات المخصصه. حنا تنعرفوا مجلس المدينه الميزانيه اللي عنده بحكم التجربه اللي عندنا، تنعرفوا الجهات شحال الميزانيه اللي عندها، على الاقل يشوفوا بعين الاعتبار ديال هاد الناس يعوضوا لهم شي اما واخا باش يبنيو. الحل مقترع اليوم الخميس، وكان عندنا لقاء غدا الجمعه هنا باش غادي نجيو مع السلطات المحليه والامن باش غادي نجيو نعينوا شي كاميرات اللي غادي يكونوا في السوق على استفحال السرقه في موحد سوق القرعه. ولكن دابا الاولويات هو اللي غورج داخل السوق خصهم يكونوا ديال الوقايه المدنيه بالتنسيق مع مجلس المقاطعه ديال الفيدا، يعني لا قدر الله وقعت شي حاجه يكون اللي غورج باش يتغلبوا على الحريق في اسرع وقت ممكن. لهذا الناس راه مضمرين، الماديات ديالهم مشاو، والناس اللي عنده شي رزيق ديالو راه تحرق ومشى، وتنهنشدو من هذا المنبر هذا باش يكون شي تعويض كما قلت سابقا لهاد الناس.